كما حضر صاحب السمو الملكي أمير ويلز حلقة نقاشية بعنوان تمكين المجتمعات من أجل تغيير إيجابي في عمارة بن مطر في المحرق، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وقد تضمنت الفعالية مشاركة من مختلف القطاعات الشبابية في المملكة لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال والتعليم والمشاركة المدنية والمواطنة الفاعلة كأدوات تتيح تعزيز الأدوار الشبابية في المجتمعات بصورة أكبر أثراً وفاعلية للمساهمة بشكل إيجابي في مسارات التنمية الشاملة. كما تضمنت الفعالية كذلك عروضاً قدمتها مؤسسة الأمير تشارلز الدولية. وقد قام المجلس الثقافي البريطاني بتنظيم الفعالية بالتعاون مع مؤسسة المشكلين العالميين محور المنامة، وهي مبادرة تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تضم ما يزيد عن 400 محور في مختلف مدن العالم تحت قيادة مجموعة من الشباب الملتزمين بإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع المحلي والعالمي.